فوزي حاضر سيدي. اصل الجسه بعض ضئيل فهمان وكربون. وين ولا مصور؟ يا مصور صور. حاضر صور يا مصور. صور لك شي صورة لاصقك فنجل قهوة. أيوة. اعمل لك دبولة. حيك. لاصقك فنجل قهوة. أيوة. اعمل لك دبولة. واه يا مصور يا مصور. يا مصور يا مصور. سيدي على حط الله جنب الكثير صورة تذكارية سيدي بعد ابنك. صور صور يا لك صور. اخ عيد ابنه عفوا سيدي. صور صور سيدي جرب عليه شوي سيدي. ضحك شوي ضحك. وحدة ثانية سيدي على حط الله سيدي. لا ما ضربك إن جيت تسيبن. روح روح حقك. يبلاك فقتلك. وفشك بسوف علقك. روح ضبة ضبة. يلا أذهب استلم. مش بيب مع الفوزي. رجع تتفرج على مباراة كرة غدم؟ ليش ما سجلت نمرة السيارة؟ ولا محسب ان المحقق يعلم بالغيب ها؟ طول بالك علينا سيدنا طول بالك. مو بس اخذنا رقمها اخذنا مواصفاتها كاملة. تفضل ها؟ وهي الورقة كتبنا لك اياها بالتفصيل ممل. قلت شلت بالقصة من اولها لتاليها ولا هرعت لمكان الحادث لما سمعت صوت الفشك؟ لا سيدي هرعت من اول ما بلشت الطوشة. زين هذا معناه انك شفته للفاعل. شفته ولا ما شفته؟ مو بس شفته سيدي بحلقت فيه بحلقة واجا ببو عينه ببو عيني. وحتى وش كانت ردة فعله سيدي؟ ردة فعله انه سدد عليه وقوص. الله لطف انه فض المخزن بهداك الاولاني ومن ثم هرب. لا سيدي مو هو اللي هرب، انا اللي هربت لانه قام المخزن فاضي وركب مخزن مليان. زين زين الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وش كان لون عيونه؟ سيدي لون عيونه عسليتان محضتان. وشعره؟ شعره سيدي اصلع. وطوله؟ طوله سيدي ما اسنى. وزي تلعب مكسح جار؟ ما بعرف سيدي. طب رايح حزرك حزوره. حزوره سيدي. جوز ولا فرد؟ جوز سيدي. فرد. وهي الفرد سيدي. لعبة ضربك. نقش بك. حط الفرد في راسي. لا لا سيدي. ايش هذا؟ هذه اداة الجريمة سيدي. حطها في ستايله وتحطها في راسي. جابالي اشطحك جنبه. لا سيدي. عليه بصمات؟ طبعا سيدي شوفها. شوف. وزي. اه سيدي. اداة الجريمة كلها بصمات. ماشي ممتاز. حاضر. ولا يهمك سيدي ها هون جبتي. وين مصور؟ يا مصور صور. حاضر سيدي. صور لك شي صوره لصقك فنجان قهوه. ايوه. لعمل لك دبوله. سيدي انت طالع معنا بالصوره. اضحك سيدي اضحك اضحك سيدي. يسلموك كلك زو حبيبي. يلا روح شوف شغلك. روح. حاضر سيدي. انا يا طويل العمر هالحين انتهيت من استجواب اهل الديره. وايش حصلت ادهام؟ حصلت معلومات دقيقة لم تلعادي عليك. ملعون يا طويل العمر هالنوبة. حصلت معلومات ثمينة واسرار اندفينة بعد. ناني قلتك هالمرة في امل انك مش المذنب الا لا. هالنوبة يا طويل العمر باذن الله نقضبة. المرة مالنا ولا حجة نأيد القضية ضد مجهول. كل المعطيات وعنا. اداة جريمة وعنا. بصمات وعنا. مواصفات وعنا. مارك السيارة نورتا وعنا. ايش صفي؟ فاعل. يجي يقولنا مسكوني. ايش عم تستنوا؟ كوني انا. كوني انا مسكوني. الو؟ احترامي سيدي. نعم سيدي نعم. انتهينا من معاين موقع الجريمة. عم نستنى نتائج المعمل الجنائي سيدي نعم. لا لا سيدي ايش تتأيد ضد مجهول؟ هالمرة ما رح تتأيد ضد مجهول. كل المعطيات عنا وطاول ما رح نستنى. نعم سيدي نعم. متحمسين جدا. نعم سيدي. ايش لبكرة؟ ايش لبكرة؟ بإذن الله بإذن الله المسؤوليات. كون الفاعل عنا معطر ممسك. بيطلع كتك سيدي نحنا. ميت سلامة. ميت سلامة سيدي. ميت سلامة. ميت سلامة. ميت سلامة. مع السلامة مع السلامة. مع السلامة. بركوا بركوا شباب. المساء المذنب لازم يكون عنا. لا
لازم نثبت لفوق انه نحن مفعولنا سريع وما ممكن مجهودنا يضيع. ما مثل ما انهم محاسبيننا ادهم. عونك يا سيدي. شوف لي النمره لمين؟ تامر يا سيدي. روان. حاضر سيدي. حاني على المعمل الجنائي. لعيونك سيدي. ضبط. ضبط. حاضر سيدي. ضبة شو يا سيدي؟ ضبة ايش عرفتوا؟ سيدي ما بينا رأيت ابو منه. ليش ما رفعتوا البصمات؟ يعني كيف لك يا سيدي؟ والله انا نتشت الارشيف فوقي تحتوني وورقة ورقة ما لقيت له ولا بصمة عنها ولا هالقد قد. ما لقيت له بصمات الا ما عرفتوا ترفعوا البصمات. الله يسامحك سيدي ليش هيك عم تحكي معي؟ انا رفعت له البصمات عن الابهام مباشره، بالاضافه لوظيفه ثانيه عملتها انا سيدي، شلت بعض العينات من الخلايا وعملت له تحاليل جينيه بس ما فهي نتيجه ولا نتيجه. لا ايش هالحكي اللي عم تحكي؟ ليش هو عنا هو؟ طبعا سيدي هو عنا ومكتب. لا تهوى الرواب، لا تهوى. لا وينه؟ سيدي هون بالبرا. ليش كمان قتل؟ سيدي ما كمان، هو اللي انقتل بالاول، شو رايك؟ طب ايش بدي بالقتيل؟ ايش بدي بالقتيل؟ عم تعطيني مواصفاته؟ بدي النتائج اللي بتخص الفاعل، وصلتوا لنتيجة ولا لا؟ وبا وصلنا يا سيدي وصلنا. عرفتوا لمين؟ عرفنا سيدي. لمين؟ لا تناولني. تفضل سيدي. رح تسحبوا من معلقه. حاضر سيدي. عمل قلت لي عمل بسيطة. شو عم تحكي؟ غبة سيدي تعال. وغبة يابا على الله. يابا على الله ايش هالعلقة؟ سيدي كنت بدي اقول لك بس ما عرفان كيف. سيدي لحظة لك شو رأيك انه نحن نلتف البصمات ولا شفنا ولا رأينا وكل شيء راح خلص. ما بنقدر ما بنقدر، صرحنا انه في بصمات. لا سيدي شو بدك تساوي؟ اذا الله الله ما كذبني سيدي بدك تحقق معه. طيب ايش احقق معه؟ ايش احقق معه؟ ايش كني بجعل بتفهم؟ مين انا لاحقق معه؟ مين انا؟ ايش اتكفر من لغ سنينه؟ ايش اصواب يا رب؟ ايش اصواب؟ لا شو بدك تساوي سيدي؟ شو بدك تساوي؟ شغلة صار بدها تفكير. لحقني. طول بالك سيدي على مهلك، على مهلك. مع السلامة سيدي. لا روان. نعم مسلحة. مصادرة من سوق الحرامية. ضبة غبة. والله لا تاكل اكل متفرغ يا سيدي. احترامي سيدي. عوذة على الحظ الشين. الشي؟ بين لمين السيارة؟ لكن احكي ايش بك؟ مش لاقي عم تقصد بالرابة. بلعون يا طويل العمر بين. ويا ريته ما بين. واضح السيارة كمان له. ليه ما سيدي؟ للي يا ريته ما بين. سيدي يعني بعد إذنك بعد إذنك شو رأيك نقيد القضية ضد مجهول مو أحسن سيدي؟ يا على الله يا على الله. لك إيش هالحظ النحس اللي علينا؟ لك ما كانت تزبط معنا. الله ريته لا كان جمعنا. العمى ضربت أنت وياه. إيش قصدكم؟ إيش كني جنب؟ ضبة غبة بروك. احترامي سيدي. لا سيدي لا سيدي ما بين معنا. ده تتأيد ضد مجهول. لك شو ضد مجهول؟ ضد مجهول انت ما عندك غير هالنتيجة بكل التحقيقات؟ لا بدي تشرح لي ولا تبطخ. اسمعني منيح، اذا الفاعل ما بيكون عندي بكرة الصبح هون قسما عظما وما لك علي يمين لحتى اقضي على مستقبلك ولا. طب شبوتشي ول 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 وعليش طبش السماعة بوجهك يا سيدي؟ ما بده لأي قضية ضد مجهول، بده المذنب. منين اجيب له المذنب انا؟ منين اجيب له المذنب؟ اقتل حالي؟ اشجي احواجي؟ يعني ركبت معه؟ ركب راسه بده المذنب؟ سيدي يعني بعد اذنك بعد اذنك وشلون وشلون بدنا نحل المعضلة سيدي؟ يعني شلون؟ ايش تنساوي يعني؟ ايش تنساوي؟ تنمسكن قد ما العدالة، ما عندنا حل ثالث. لو رايع الزراعة ما احسن لي؟ وبا يعني بعد بعد ابنك سيدي بعد ابنك سيدي يعني شو قاعدين تفكروا سيدي؟ اتصلت بالمجرحة كان يجيبوا الجسة؟ طبعا 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 اتصلت سيدي. وينك جسة؟ وينها؟ نبرق نستنى الجسة؟ الجسة بيركة فاضية لا وراء ولا قدامها. نحن نحن اللي ورانا شغل. نحن مشاكل العبادة في رقبتنا مشاكل الناس.
على السلامة. يعطيكم العافية شو بتجمعوا عندنا. حركة حركة. ايوه 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 وزي عشلي وجماعتك بركوا في الزاوية ينتظرونا. ماشي سيدي فهمت عليك. جماعتي تعال شوف رواد. حاضر سيدي. امتى نفرح فيك مثله؟ بتأمر سيدي مثل ما بدك سيدي. سيكا الشبرية حط لي اياها في ايده في ايده رواد. اسمح لي اقول لك يا سيدي عبقري زمانة. ملعون انك نبيه يا طويل العمر. يا ربي دخيلك لا تواخذنا بطينه منك السماء. يا بصور؟ نعم سيدي. صور حاضر. صور يا بصور. لا 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 يا بصور صور. هلا صور لك شي صورة. هلا صور لك شي صورة. هي هلا سيكب. هي لحظة. هي حتى عامل هي ربا ربا جاي نتسيرون ماكي. لك يا حاجة اللي عم ضربك روحت فيلم على الجسة. حاضر جسة اي جسة ما ونجم جسة. حاضر مو شي ثاني نعمله سيدي. روان عمك سيدي قلوا لنا شباب فوزي رجعوا الجسة على البراد. حاضر سيدي. هوني على الفراغ. احترامي سيدي. طمني لأشوف وجدته المسلم؟ وجدناه وألقينا القبض عليه متلبسا. حلو حلو. شو عم تعمل جناب حضرتك كنت لهلا؟ ليش ما خبرتني؟ سيدي كنا عم نستكمل جمع الأدلة لحتى ما نترك له ولا ثغرة ينفذ منا. وعرفتوا ليش قتلوا ولا ما عرفتوا؟ ما قتلوا سيدي ما قتلوا. من حسن الحظ إنه الضحية كان معه مسدس بإيده. فهمني منيح ما فهمت. اتضح سيدي إنه الجثة اللي شفناها هي جثة المذنب، وإنه البصمات اللي على الفرد اللي طلعت معنا بالمعمل الجنائي هي بصمات الضحية المسكين لخطيبته يلي قوص المذنب. هلا أنت شلون زبطت معك هيك؟ هات فهمني لشوف. سيدي الجثة اللي لقيناها هي جثة المذنب. المذنب هو اللي هجم على الضحية وبإيده سكين كان رايد يقتله، بس الضحية كان معه فرد. ايش بيساوي بيتفرج عليه وعم يقتله؟ قوصه. ها هيك لكان ما قدرت توصل للفاعي. قمت فبركت هذا الموضوع كله على كيفك. اسمعني منيح، معك من هلأ لبكرة الصبح يا بتجيب الفاعي لهون يا اما بتقدم استقالتك وتحط قدامي على المكتب. اشبك سيدي طول بالك. سيدي الفاعل مات واللي قتلوا الضحية. إذا مو مصدقيني اقروا التقرير في كل شيء. هات لشوف. أبا أقول له اقروا. ايش شفتوا؟ الشغلة ما لازم تمر هيك أبدا. بتحولوا لي إياه على المحكمة وبتخلوني ينزلوا بحقه أقصى العقوبات فورا. ما بنحسن عقبه يا سيدي ما بنحسن. ايش نسوي له؟ مات. نقوصه مرت الأخري؟ مات. خلص عرفنا الفاعل وميت السلامة. من حسن حظه أمه داعت له مشان هيك مات. أخ أخ بس لو ما مات كنت بإيدي هيدور رح أخنه. دي ما صار شي. مرت الجاي سيدي.